طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في أولى حلقات برنامج مدرس على الهوى. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا واللي إحنا مستنيين تعليقاتهم ونصائحهم وملاحظاتهم على البرنامج حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال، لأن الكمال لله وحده. هيكون معانا النهاردة في برنامج مدرس على الهوى أحد كوادر اللغة الإنجليزية مستر خالد عطية، واللي هيشرح لنا شابتر 1 من القصة المكررة على الصف الثالث الثانوي، ذا بريزنر اوف زندا. صباح الخير على كل أعزائي المشاهدين، صباح الخير على كل طالب ثالثة ثانوي، كل ولي أمر مهتم بولاده، على كل معلم عايز يقول لنا أي ملاحظة إحنا مستنيينك تقول لنا كل ملاحظاتك، كل آرائك، كلنا مع بعض في خدمة طالب ثالثة ثانوي. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية العام الدراسي للصف الثالث الثانوي. هنقدم النهاردة مستر خالد. أهلا وسهلا مستر خالد، أهلا بحضرتك، هتنورنا إن شاء الله النهاردة، وهنشرح جزء من القصة شابتر 1 إن شاء الله بإذن الله. بس بعد الفاصل استنونا. رجعنا لكم تاني مع مستر خالد. اهلا وسهلا يا مستر. اهلا بحضرتك. حضرتك هتشرح لنا النهارده مجمل عن قصه السجين زندا، صح كده؟ ان شاء الله شابتر 1 باذن الله. شابتر 1 باذن الله. هسيبك مع طلابك اللي بيحبوك ومستنيينك بقى لهم فتره. اتفضل يا مستر، احنا معاك كلنا. جود مورنينج، اي ام خالد عطيه. اي ام تيشر اوف انجلش. توداي يو ار جوينج تو توك اباوت ذا بريزنر اوف زندا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على قصه ذا بريزنر اوف زندا، القصه المقرره على طلاب الصف الثالث الثانوي، ويا رب نقدر نفكه باذن الله. First of all we have to take or to have a background about the novel Adahul. Let's get started. تعالوا بقى كده ايه مع بعض، وعايزين نصحى بقى كده ونبدا، واللي جايب ورقه وقلم او عايز يدون اي حاجه، ان شاء الله قصه من امتع الحصص اللي ممكن تستمتعوا بيها في ثالثه ثانوي باذن الله. At first في البدايه كده لازم نعرف ان في حاجه اسمها setting. Setting means time and place. يعني when and where did the story happen؟ القصة دي حصلت امتى وفين؟ بالنسبة لفين، حصلت في بلد اسمها روريتانيا. روريتانيا نفتكرها بكلمة موريتانيا، عندنا بلد عربي اسمها موريتانيا، عشان ما ننساهاش نفتكرها اسمها موريتانيا، لا روريتانيا. روريتانيا is a fictional country in the middle of Europe. دي يا جماعة دولة fictional خيالية، يعني أساسا ما فيش دولة اسمها كده. It's called روريتانيا whose capital is استرلساو، والعاصمة بتاعتها بقى استرلساو. يبقى البلد الكبيرة اللي زي ايجيبت روريتانيا، والكابيتال اللي زي كايرو عندنا استرلساو. طبعا زي ما انت عارف في مصر مدن كتير، في الفيوم ودمنهور والمنوفية، عندنا برضو بلد اسمها زندا. ما تستغربش الاسامي، هي بس في الاول كده زي تانية سنة، وما انت سمعت برضو كده جاليفرز ترافلز، وكان في شخصيات كتير. مرة في التانية هتلاقي نفسك بتلقط كل حاجة ان شاء الله. اوكي فيرست we have روريتانيا، يبقى البلد اللي عندنا الاساسيه اسمها روريتانيا. زين استرلساو از كابيتال، العاصمه بتاعتها استرلساو. وزندا بقى يا جماعه دي ايه؟ جاست ا سيتي ان روريتانيا، مجرد مدينه هناك. مره ثانيه بسرعه كده، روريتانيا استرلساو زندا. لكن الاحداث هتبدا منين؟ هتبدا الاحداث من انجلند. يبقى مش هنبدا من روريتانيا، هتبدا من انجلترا. تمام، وهنمشي تسلسل كده من انجلترا لباريس لدريسدن روريتانيا. ما تستغربش برضو مره تانية الاسامي دي، الموضوع ابسط ما تتخيل، والقصه دي ان شاء الله درجاتها مضمونه اخر السنه. اوكي طيب نبدا بحاجه اسمها الكاركترز، الشخصيات بتاعتنا. اول شخصيه عندنا ذا راسندلز. ذا راسندلز يعني افراد عيله راسندل، اللي هم كام واحد بقى؟ ثلاثه. 1 2 3 فيرست اوف اول، اول واحد فيهم رودولف راسندل. رودولف راسندل، رودولف راسندل، برضه مرة تانية ما تستغربش الأسامي في أولها بس. رودولف راسندل ذا هيرو أند ذا ناريتور أوف ذا نوفل، ده البطل وناريتور، يعني ذا بيرسون هو تيلز أس ذا ستوري، الراجل اللي بيحكي لنا أو بيروي لنا الأحداث اسمه ناريتور، اللي هو رودولف راسندل. هي إز أ ليزي مان، إنسان كسول شوية. هو ليفز إن إنجلاند، عايش في إنجلترا، بات هي دازنت لايك تو ورك.
بس مش عايز يشتغل تمام. هي ليفز ويز هيز براذر روبرت راسندل. يبقى عندنا اثنين اخوات رودولف راسندل اند روبرت راسندل. روبرت از هيز براذر اند هيز كولد لورد بيرلستون. عيله كبيره قوي ده اسمه لورد بيرلستون. هي از ماريد تو ومتجوز بقى مين يا جماعه؟ روز. روز يبقى عيله راسندل ثلاثه رودولف راسندل اند هيز براذر روبرت راسندل اند روز. روز دي تقرب ايه لروبرت ده؟ هيز وايف مراته. طب تقرب ايه لرودولف راسندل؟ مرات اخوه بقى بنقولها بالانجلش هيز سيستر ان لو. هيز سيستر ان لو تمام. طيب نقوله مره ثانيه بسرعه كده. رودولف راسندل ذا هيرو اند ناريتور هو دازنت لايك تو ورك هو ليفز ان انجلاند عايش في انجلترا ويز هيز براذر روبرت راسندل. روبرت راسندل is a great man in England. رجل عظيم. He is called the Lord Burlesdon and he is married to Rose ومتزوج من واحدة اسمها Rose. Okay? This is the Rassendels. We have another character or some characters like the Elfbergs. The Elfbergs أفراد العيلة الملكية بقى. The Ruritanian family. Ruritanian family. قلنا البلد اسمها Ruritania. الأدجكتيف بقى الصفة منها Ruritanian. Ruritanian family أسرة الملوك اللي هم مين بقى؟ رودولف ألفبرغ. رودولف ألفبرغ ده فيفس الملك رودولف ألفبرغ الخامس. And his half brother. Half brother. Half brother أخ غير شقيق يعني من أم تانية تمام. اسمه دوك مايكل أو ديوك مايكل أو مايكل. يعني لو جات لك في سؤال أو كلمة دوك هي هي كلمة مايكل. دوك مايكل أو مايكل. يبقى الملك اسمه رودولف ألفبرغ اللي هو مين؟ The king of Ruritania. الملك بتاع البلد اللي اسمها روتينيا الكبيرة أفكرك بيها قلنا من شوية اللي هي روتينيا افكشنال كانتري ان يوروب زي ما قلنا. ايوه انا سامع ناس بتردد معايا تمام كده صحيين. افكشنال كانتري ان روتينيا هوز كابيتال از استرلساو للعاصمه بتاعتها استرلساو. وقلنا زين دي جاست ا سيتي ذير مجرد مدينه هناك. نرجع للعيله المالكه اللي هو رودولف ألفبرغ ذا كينج اوف روتينيا او ذا نيو كينج بيكوز هي از جوينج تو بي كراوند اور هي از جوينج تو بي ا كينج سون. هو ده اللي قريبا هيبقى الملك يعني. His half brother اخ الاخو اللي من ام تانيه اخ غير شيء اسمه دوك مايكل. اي ملك طبيعي مين حرس والناس بتوعه؟ اول اثنين منهم والاول اللي يهمونا في شابتر 1 سابت اند فريت. نفتكر دوت باول ايام اول يوم في ايام الاسبوع السبت. يبقى اول واحد اسمه ايه؟ سابت. وعندنا بطاطس كده بنسمع عنها اسمها فارم فريتس مش كده؟ يبقى الثاني اسمه فريتس. يبقى التو جاردز سابت اند فريتس are the two special soldiers or guards of the king. دول يا جماعة الحرس الرئيسي لمين؟ أيوة أنا أيوة للملك صح كده. رودولف ألفبرغ عايزك صاحي معايا تمام. يبقى عندنا رودولف ألفبرغ تمام أخوه مايكل his half brother مين سابت ومين فريتس دول؟ the two soldiers الاثنين الجنود of the king of روتينيا لملك روتينيا أو the new king الملك الجديد. اما بقى يوهان وهننطقها يوهان لان الاسم ده الماني مش جوهان. يوهان وحتى لو انت نطقت غلط نو بروبلم مفيش اي مشكله عادي كلنا بنغلط. يوهان ده مين بقى؟ مايكلز سيرفنت. مايكلز سيرفنت. يبقى اسره الملك عندنا مين؟ رودولف ألفبرغ هوز جاردس اللي الحرس بتوعه سابت اند فريتس. ذن وي هاف هيز هاف براذر دوك مايكل عندنا اخوه مايكل هوز سيرفنت از يوهان اللي اخوه اسمه ايه؟ يوهان تمام. These are the main characters. دول يا جماعه الشخصيات الرئيسيه تمام. يعني بسرعه مره كده قبل ما ابدا الاحداث البلد كلها اسمها ايه؟ نقول مع بعض بقى لا مش روتانيا روتينيا تمام روتينيا. والكابيتال العاصمه اسمها ها استرلساو. استرلساو احسن شباب. البلد اللي هناك اسمها زين عشان الحاجات دي هنستخدمها دلوقتي. لكن الاحداث هتبدا منين يا جماعه؟ ها انجلند احسن تمام. امال ايه باريس دي؟ ده احنا هنعرف خط سير الرحله دلوقتي بتاع الايه رودولف راسندل ده. هنعرف رحلته ماشيه ازاي دلوقتي ازاي ماشي من انجلند لباريس لدريسدن لروتينيا. لان خط سير الرحله ده هيفيدك جدا في اجاباتك للاسئله باذن الله. مبدئيا طبعا عايزين نقول احنا لو شرحنا القصه بالعربي بس هيبقى الناتج صفر لانك مش هتعرف تجاوبها بالانجلش. هتبقى عامله زي حواديت قبل النوم. فما ينفعش ان احنا يا جماعه نشرحها عربي بس. جايز تستصعب الامور في الاول شويه بس ان شاء الله مره في الثانيه هتلاقي الدنيا افضل كتير باذن الله. اوكي ناو ليتس ستارت اور ليتس جيت ستارتد. هنبدا بقى يا جماعه ذا بريزنر اوف زيندا شابتر 1. قلنا الاحداث هتبدا فين لو فاكرين؟ انجلند. مين اللي هيبدا بقى الناريتور بتاع الاحداث اسمه ايه؟ رودولف راسندل. رودولف راسندل وز سبيكينج تو ذا ريدرز قاعد بيكلم القراء وبيقول
One day while having a breakfast in my room وانا قاعد كده في اوضتي بفطر روز came to me دخلت عليا مرات اخويا روز مين روز دي تقرب له نفتكر كده روز روز is his sister in law sister in law يعني مرات اخوه روز was angry with him because he doesn't like to work متضايقه منه عشان مش عايز يشتغل she blamed him فبتلومه بتقول له رودولف you are 29 years old are you ever going to do anything useful انت بقى عندك 29 سنه مش ناوي تشتغل وتعمل حاجه مفيده في حياتك ده مين اللي بيقول كده افتكر معايا روز تقرب ايه راسندل هي سيستر ان لو مين راسندل اساسا ذا هيرو اور ذا ناريتور اوف ذا نوفل اوكي سو شي بليمد هيم بيكوز هي از ليزي اند دازنت لايك تو ورك ذن هي انسرد هير اند سيد فرد وقال لها يا جماعه واي شود اي دو انيثينج واشتغل ليه اي هاف نيرلي انف ماني تو دو انيثينج اي وونت تو عندي فلوس تكفيني اعمل اللي انا عايزه And I enjoy an important position in society. وعندي مكانة اجتماعية راقية. My brother is Lord Burlesdon. انت ناسية ان اخويا امير. And you are a countess. وانت نفسك اميرة. مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعة؟ رودولف راسندل. بيكلم مين للمرة التانية؟ روز. Okay? She blamed him because he doesn't like to work. قالت له but you have done nothing except. بس انت ما بتعملش حاجة خالص. الا he interrupted her. قطعها في الكلام. وقال لها بي ليزي ان انا كسلان اتس ترو انا كسلان بس انا عندي اسباب اي ام ا ممبر اوف ذا راسندلز انا من هيله راسندل اند ذا راسندلز دونت نيد تو دو ثينجز واحنا عيلتنا مش مضطره للشغل ذيس انويد روز كلمتين دول بقى ضايقوا روز شويه ليه بيكوز هير فاميلي وريتش تو صحيح هي من اسره غنيه بط ليس امبورتنت ذان ذا راسندلز بس اقل شويه في الاهميه من مين من عيله راسندل مين بقى داخل عليهم وهم بيتكلموا كده هير هاسبند جوزها اللي هو بالنسبه له اخوه اللي اسمه روبرت راسندل وضمت في يا جماعه سكوا جايب اخر الشارع يعني ردت روز قالت له او رد راسندل الاول قال له يور وايف اكيوزد مي اوف بينج ليزي مراتك بتتهمني ان انا كسلان اي ام نوت ليزي واثبت لكم بقى ان انا مش كسلان هي بيجان تو ديفند هيم سيلف ابتدى يدافع عن نفسه مين اللي بيدافع عن نفسه رودولف راسندل قدام مين الكلام ده روبرت وروس وبيقول at German school and university في الجامعة الألمانية والمدارس الألمانية I learned to speak five languages أنا اتعلمت أتكلم خمس لغات I am good at English French Spanish German يعني أنا شاطر جدا في الإيطالي والألماني والإنجليزي زي ما قلنا الخمس إيه لغات كمان I am good at guns swords and riding horses guns swords and riding horses يعني كويس في التصويب بالبنادق او المسدسات swords المبارزه بالسيف and riding horses وركوب الخيل so I'm not lazy فانا مش كسلان لو انا كسلان ما كنتش عملت كده بصت له روز وقالت له but it is not just your red hair that makes you different from your brother اوعى تفتكر الفرق بينك وبين اخوك المجرد ان شعرك انت احمر عنه كده شويه شعره محمر هنعرف السبب ده كمان شويه يعني تمام في خلال الاحداث لا your brother realizes اخوك يدرك تماما that his position in society has responsibilities ان مكانته الاجتماعيه تفرض عليه مسؤوليات يعني راجل بمعنى الكلمه وعارف اللي عليه ايه but you see opportunities in yours انما انت مستني الفرص تجي لك لحد عندك رد قال لها to a man like me بالنسبة لواحد زيي وفي مقامي even opportunities are responsibilities حتى الفرصة مسؤولية يعني أنا مش هشتغل بس جايز تجي لي شغلة ممكن أقبل روز بقى انتهزت الفرصة قالت له طب يلا بقى I have an offer for you عندي عرض ليك سير جاكوب بورديل سير جاكوب بورديل جاكوب بورديل مين بقى الراجل ده؟ واحد قريبهم يعني قالت له سير جاكوب بورديل is going to be an ambassador In 6 months time الراجل قريبنا اللي اسمه جاكوب ده هيشتغل سفير في خلال 6 شهور And he offers you وعارض عليك to work with him انك تشتغل معه He offers you to work with him He doesn't know which embassy He will be working in هو صحيح ما يعرفش انهي سفارة هيبقى موجود فيها But he is sure it will be a good one لكن ان شاء الله تبقى سفارة كويسة مين اللي بيقول الكلام ده؟ روز بتقول لي مين؟ بتقول رودولف راسندل تمام؟ ومين اللي سامع؟ روبرت اخوه راسندل بيقول
روز يا جماعة ماي سيستر ان لو مرات اخويا was persuasive. Persuasive يعني شخصية مقنعة. She persuaded me to work. أقنعتني بالشغل. كمان the job sounded interesting. واضح طبعا زي ما انتم شايفين ان الوظيفة جميلة. هشتغل في صفارة اول ما ابدأ شغلي. I accepted. فقبلت وقال لها I'll do this for you. أنا هعمل كده عشانك أنت يا روزي. Even it's a terrible one. حتى لو السفارة دي سفارة مش قد كده، لا أنا هقبل الشغل عشان أخلص يعني إيه من زنك ده يا روزي. But still I have 6 months time. بس الكلام ده أنت بتقولي بعد 6 شهور. طب أنا هعمل إيه بقى؟ ابتدى بقى راسندل هيكذب عليهم كذبة بيضة وقال لهم I'm going to travel to the Alps. طب أنا يا جماعة مسافر جبال اسمها جبال الألب. ليه يا عم راسندل؟ قال لهم I'm going walking in the Alps. هروح هناك كده مارس رياضة المشي. وكمان I'm going to write a book about social problems in the country. وهألف كتاب about social problems in the country عن المشاكل الاجتماعية في البلد هناك. She is happy. فرحت. هي مين بقى؟ روز. قلنا تقرب له إيه لو فاكرين؟ His sister in law. يعني مرات أخوه. تمام؟ She is happy. فرحت. وقالت له that's good. ورد اخوه قال له اللي هو روبرت ده writing a book is the best way to get into politics. افضل طريقه للاندماج والانخراط في العالم السياسه ده ان هو فعلا تاليف الكتب. طبعا راسندل بقى زي ما قلنا كدب كدبه بيضه. الراجل ده طبعا رودولف راسندل doesn't like to tell anyone where he is going. حبش يقول لحد هو رايح فين. فعمل ايه بقى؟ he lied to them. كدب عليهم. امال هو رايح فين اساسا؟ قال لك ان رودولف راسندل ده شباب is going to روريتانيا. نرجع بقى للبلد اللي هيحصل فيها الاحداث. he is going to روريتانيا. هيزور روريتانيا ليه طيب؟ to attend the coronation. عايز يحضر حفله اسمها حفله التتويج. ما تنساش كلمه coronation هنقولها كتير قوي طول السنه. coronation coronation. انما البلد كلها قلنا اسمها ايه؟ روريتانيا. افتكرناها بموريتانيا زي ما قلنا والكابيتال استرلسيا والعاصمه بتاعتها. He is going to travel to Ruritania to attend the coronation of the new king. عايز يروح يحضر حفل التتويج الملك الجديد. ده مين دوت؟ ده رودولف ايه؟ راسندل. تمام؟ فقرر ان هو يروح هناك. Once he read وقرا كمان. قرا ايه بقى؟ ان the coronation of the new king will be in 3 weeks. حفل التتويج الملك الجديد اللي هو افكرك قلنا من شويه رودولف الفبرج. برافو عليك، في ناس بتقول معايا تمام. رودولف الفبرج حفل تتويجه امتى الراجل ده؟ in 3 weeks في خلال 3 اسابيع. عشان كده he decided to go there. ايوه طب ايه اللي خلاه يقرر يروح تاني؟ هم يعني الناس دي قرايبه ولا ايه؟ في سنه قرابه بقى نعرفها ازاي. in 1733 سنه 1733. والتواريخ مش مهمه لان مش هيجي لنا مثلا سؤال يقول لنا هو ده حصل امتى، ده مش تاريخ ده انجلش. تمام؟ حصل ان واحده من قريبه رودولف دي اسمها كاونتس ايميليا. كاونتس ايميليا اوكي؟ كاونتس إيميليا راسندل وانس ماريد. اتجوزت مين؟ وان اوف ذا رويال فاميلي، وان اوف ذا روريتانيان فاميلي، احد افراد الاسره المالكه. تمام؟ نتيجه التزوج بتاعهم ده انت عارف في حاجه اسمها كومن فيزيكال فيتشرز. كومن فيزيكال فيتشرز ملامح جسديه مشتركه. يعني ممكن تلاقي عيله مثلا كلها طوال، او عيله مثلا كلهم جسمهم مليان شويه، او شعرهم مثلا ناعم او كده. في بقى ملمحين مهمين قوي في الروتينيان فاميلي، اسره الملوك دي، اللي هم ايه؟ اول حاجه ستريت نوز، انف مدببه مستقيمه كده شويه، اند ريد هير. يعني الجيل بتاعهم الديسندنت النسل بتاعهم دايما فيه ريد هير اند ستريت نوز. شعرهم محمر كده، بني محمر يعني شويه، وانف مدببه شويه. ذا لاست وان، اخر واحد هو هاد ذيس ابييرنس، يحمل الجينات الوراثيه دي يا جماعه، هو رودولف ايه؟ راسندل. رودولف راسندل. تمام؟ يعني الناس دي تعتبر قرايبه من بعيد، في علاقه ايه؟ في علاقه نسب بينهم. طبعا ملك، عشان كده بقى عايز يزور قريبه الملك ده. سو راسندل ناو از جوينج تو ترافل تو، ها اسمع، روريتانيا. تمام؟ هي از جوينج تو ترافل تو روريتانيا. حد فاكر بقى عاصمتها ايه؟ لا مش استرلسو، استرلساو. ايوه استرلساو. تمام، الله ينور عليك، استرلساو. فيري جود، ويل دان. هنبدا بقى. راسندل بيقول Now I'm going to tell you about the beginning of my story. هبدا بقى احكي لكم قصتي. لو فاكرين بقى احنا قلنا بدايه الاحداث كانت فين؟ England. لما اتكلموا الناس دي. تمام؟ حلو.
There is no direct flight. ما عندناش رحلة مباشرة احنا from England to Mauritania. ما عندناش سفر على طول من انجلترا لروتينيا. فهيضطر زي ما انت ساعات بتبدل مواصلات عشان تروح مكان معين، هيضطر هو برضو يتمشى كده او يركب كذا مواصلة. First, once he traveled to Paris. اول حاجة طلع على باريس. مين ده؟ حد فاكر البطل بتاعنا اسمه ايه؟ ها؟ ايوة رودولف راسندل. رودولف ايه؟ ولو قلنا راسندل بس برضو صح. خلي بالك رودولف راسندل البطل، لكن الملك رودولف ألفبرج. رودولف راسندل البطل بتاعنا اللي في انجلترا، لكن الملك الجديد اللي في روتينيا رودولف ألفبرج، عشان ما نتلخبطش. تمام. راسندل بيقول I went to Paris. سافرت باريس. Once Uncle William، كان ليا زمان عمي اسمه ويليام، من حبه في باريس قال، ده ويليام عمه، بيقولي No one should ever pass through Paris without spending 24 hours there. يا جماعة ما ينفعش حد يروح باريس إلا مع الأقل يقضي 24 ساعة هناك. يعني عايز يقول لك enjoy your time. Paris is fantastic. بلد جميلة يعني، فإيه عيش حياتك فيها يومين. عشان كده راسندل بيقول I booked a night. حجزت ليلة at the Continental Hotel. في فندق اسمه Continental. At night وبالليل I called on. Call on بمعنى visit. زرت يعني. I visited two friends. زرت اتنين من أصدقائي. مين؟ وأساميهم مش هتذكر غير في الشطر ده، فما فيش مشكلة خالص بينهم. أول واحد اسمه جورج فيذرلي. جورج فيذرلي ده إيه؟ قال لك جورج وركس in the French embassy. ده بيشتغل في السفارة الفرنسية. جورج فيذرلي. And the other one، والتاني بقى اسمه بيرترام بيرتراند. بيرترام بيرتراند. مين كده تاني الأولاني اسمه إيه؟ جورج فيذرلي. هنقول جورج وخلاص. والتاني اسمه بيرترام. قلنا جورج بيشتغل فين؟ in the French embassy، في السفارة الفرنسية. طب بالنسبة لبيرترام بيرتراند، بيرترام is a famous journalist. A famous journalist in Paris. صحفي معروف فين؟ في باريس. He met them. قابلهم. And he began to talk about the city. وابتدوا يتكلموا بقى عن ايه؟ البلد اللي هم فيها باريس دي. فابتدى بيرترام الكلام وقال We have important people visiting the city nowadays. اليومين دول احنا عندنا ناس مهمة موجودة جدا. رد عليه راسندل قال له Anyone I would know؟ في حد اعرفه يعني من الناس دي؟ قال له maybe Antoinette de Maupin. عندنا مدام Antoinette. Antoinette de Maupin is a French lady. A famous French lady. مرأة فرنسية مشهورة. Who is famous for her wealth and ambition. مستر مشهورة. خالد عايزة تشويق ونقف كده عشان الناس تستنانا الحلقة الجاية إن شاء الله. شوفي حضرتك. سعيدة جدا. أنا استفدت قوي. تقريبا أنا حفظت كل القصة. وقصة جميلة طبعا من حضرتك. ربنا يوفقك. فشوف هتقول لولادك إيه. عشان يبقى عندنا الحلقة الجاية إن شاء الله نكمل ويستنونا ويستنوا حضرتك. يعني إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا الجزء البسيط دوت، وإن شاء الله في الحلقات القادمة بقى نكمل بقية الشابتر ونقول لكم الإيه الأسئلة والأنماط الأسئلة المنوعة عليها بإذن الله. وخالص الشكر والتقدير طبعا للبرنامج. شكرا. That's enough for today. Till we meet again, I wish you best of luck. كنت سعيدة بوجودي معاكم النهاردة واستفدت أنا شخصيا، ويا رب يكونوا ولادنا وكل أولياء أمورنا وكل مدرسينا استفادوا. دمتم بخير. أهل مصر، مع تحياتي. شرفتنا يا مستر.